اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بأن بلغتنا رمضان، لك الحمد كله، وبيد إليك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد أولا، لك الحمد آخرا، لك الحمد ظاهرا، لك الحمد باطنا، نحمدك بمحامدك كلها، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم وأهل رمضان علينا بالأمن والإيمان وبالسلامة والإسلام، اللهم وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، اللهم واجعلنا ممن وفق لقيامه وصيامه إيمانا واحتسابا، وممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واكتبنا فيه من عبادك المقبولين، ولا تجعلنا فيه من عبادك المحرومين، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا
لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية، اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم كما أكرمونا فأكرمهم، وكما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم وأنزل على قبورهم شآبيب الرحمات، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا، لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا، أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك، ندعوك دعاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه، جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، واجعل هذا الشهر شهر نصر وتمكين وعز للإسلام والمسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بكل من طغى وبغى وتجبر واعتدى، اللهم ألبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها وطمأنينتها وعلماءها وقيادتها وولاة أمرها. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك. اللهم وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويعافى ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم وفق المسلمين للتمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه
وسلم على الوجه الذي يرضيك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، واكفهم شر الشقاق والنفاق والنزاع. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، وعز فيها للطاعة، ويعافى ويهدى فيه أهل المعصية، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم واجعلهم عدة لأمتهم ومجتمعاتهم. اللهم واكفنا وإياهم شر الشهوات والشبهات، وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال في القول والعمل. اللهم أصلح نسانا ونساء المسلمين، وردنا وإياهن إليك ردا جميلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.